ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجة. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس، لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش ترشيه بمال الدنيا، لكن واحدة بنظرة واحدة. فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه برضو تقول له هي دي، يبقى دي من النفس، لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة. لكن إبليس ليس كذلك، إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية.